تلبية الطلب على المياه للمستهلكين في الخليج هي بين الأعلى كلفة في العالم، ولذلك تولي حكومات المنطقة أهمية كبيرة لهذا القطاع نظرا لدوره الرئيسي في الأمن الغذائي. وناقشت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخرا في الدوحة القضايا المتعلقة بأمن المياه وربط شبكات الإمداد بالمياه بين دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار في هذا القطاع. الحين نحن أكثر شيء التركيز على الصحة والبيئة، فأكثر المنتجين قاموا يركزون على الأجهزة أو المصانع اللي هي عندها حلول مبتكرة، سواء من المواد الأولية اللي تستخدم في صناعة المنتج النهائي، أو سواء في مواد التغليف أو مواد الباكيجينج، ايضا في مواد اللي هي مثل ما تقول اعاده تدوير الويست اللي يطلع من المصانع. وبحسب مؤسسه يورو مونيتور فان قيمه انتاج المياه المعبأه في الامارات تبلغ 844 مليون دولار، على ان ترتفع الى مليار و270 مليون دولار في 2018. اولا السوق السعودي من الاسواق يعني اللي دائما يتطلب توفر المياه بشكل مستمر، ولو حكينا عن السوق السعودي ندرة المياه العذبة دائما نلجأ لتحلية المياه والتوسع في هذا الموضوع. الانتاج السعودي الآن وصل تقريبا والحاجة إلى يمكن تقريبا 3.5 مليار لتر في السنة، ومقبل الدراسات إلى 5 مليار أو أكثر في الأيام القادمة. كثافة السكانية، النمو الاقتصادي والزوار اللي يجون من خارج المملكة، هذا شيء طبيعي لعمل توسع وتطور في إنتاج المياه العذبة والصحية. ولا تزال المنطقة تعمل على تطوير المعايير التقنية والاستثمارية لصناعة المياه والمشروبات والأغذية السائلة، بما يوفر منصة متكاملة لتقديم وتطوير معدات الإنتاج وآلياتها وضبط الجودة والتخزين. مع ازدياد استهلاك المياه والأغذية السائلة المعبأة سترتفع قيمة الاستثمارات في هذا القطاع، وسنشهد انتقالا أكثر للمنتجين إلى المنطقة، وهذه إشارة جيدة لمصنعي الآلات ومعدات التعبئة كشركتنا التي تنظر بشكل أفضل إلى احتياجات أصحاب العلامات التجارية المحلية وتعمل على تلبيتها. الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع المياه بالمنطقة واعدة ويقدر حجمها بمليارات الدولارات، لكن سياسات الأسعار تحتاج إلى مراجعة نمط الاستهلاك بشكل يحد من الهدر ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.